حكاية من الحكايات المثيرة جدا. النهاردة أو هقولها لكم، بس يعني إيه هقولها لكم وإحنا هادين مش عايزين نتعصب يعني. النهاردة فريدة عثمان سباحتنا المصرية الشهيرة ببساطة يعني نشرت فيديو، ما شاركتش فريدة عثمان في الأولمبياد، كانت على وشك إنها تشارك. تفاجئنا كلنا ان فريده مش هتسافر مع البعثه الى باريس، تفاجئنا ان هي مستبعده من المشاركه في الاولمبياد. ايه اللي حصل وايه المشكله؟ هي البنت قالت انا ما كنتش عايزه اتكلم قبل كده عشان ما اشغلش اللعيبه وما اشغلش بعثتنا المصريه في الاولمبياد، بس هي اتكلمت دلوقتي. نسمع فريده عثمان ونرجع نعلق. هاي عاملين ايه؟ انا طبعا النهارده عامل الفيديو ده علشان ناس كتير قوي كانت بتسالني وعايزه تستفسر انا ليه ما شاركتش في الاولمبيات. بصراحه انا ما كنتش عايزه اتكلم قبل الاولمبيات عشان الفتره دي بتبقى مهمه قوي للرياضيين واللاعبين، ان احنا نركز معاهم ونشجعهم ونديلهم كل الدعم. فكنت عايزه استنى ان الاولمبيات تخلص، والحمد لله طبعا الف مبروك لاحمد الجندي وساره سمير ومحمد السيد، شرفونا وبجد رفعوا راسنا وفخر لينا كلنا. انا هبتدي اتكلم على بدايه اول السيزون. انا في الاول دايما بقعد مع مدربي وجهازي الفني عشان نتكلم على البطولات اللي هروحها والمعسكرات اللي هعملها، وكان عندنا هدفين. اول هدف هو هدف بطولة العالم اللي كانت شهر 2 في الدوحة، وتاني هدف اللي هو التأهيل لأولمبياد باريس 2024. انا الحمد لله ربنا كرمني في سباقي المميز اللي هو 50 متر فراشة، وجبت ميدالية الثالثة البرونزية لمصر، وكنت هبتدي احضر 50 حرة عشان 50 حرة هو السبق الموجود في الأولمبياد. وفوجئت ان وانا هناك في الدوحة ان هم عايزيني اروح الدارة الافريقية في غانا عشان اجيب لهم ميداليات، وده بصراحة قلقني علشان ده ما كانش ضمن الخطة، وكنت خايفة ان ده ممكن يأثر على تمريني وتأهيلي في 50 حرة في الأولمبياد. وانا بصراحة قعدت افكر، وطبعا هو ده واجب وطني، بس انا كان عندي سؤال هل الدولة الافريقية مؤهلة للأولمبياد ولا لا، علشان ده ممكن يغير مسار التمرين بتاعي علشان اجيب الرقم مؤهل كنت لازم اخفف الحمل. قالوا لي انها مش مؤهلة، فلما قالوا لي انها مش مؤهلة اخدت البطولة دي من ضمن تمريني ورحت محملة ورحت من غير مدربي، وقبليها بيوم عرفت انها مؤهلة، فقلت خلاص انا هنزل وهعمل عليا وبيع ربنا، وجبت الرقم اللي هو 24-72 والرقم المؤهل للأولمبياد 24-70، ففرق جزئين من 100. وانا